بهذا ارتفع قريش عن بقية العرب، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، أن الله سبحانه وتعالى جعل العرب يجعل منزلة لهؤلاء لقريش بين العرب، وجعل لهم أمن ورخاء ونعم ورحلة في الشتاء وفي الصيف، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، يتاجر ولا أحد يتعرض لتجارة قريش، لأنهم علموا أن هؤلاء هم أهل البيت فلا بد أن يوقروا. هذه النعم أمن وطعام وشراب ورحلة شتاء ورحلة صيف وتجارة ورزق ورغد من العيش، مع أنهم في وادي غير ذي زرع، يشربون من زمزم، وكما قال ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم ببقاء الماء واللحم، وهذه من نعم الله. الأصل أن تقابل النعمة بالشكر لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كان المفروض منهم أن يقابلوا هذه النعمة بماذا؟ فليعبدوا ربهم، يعرفوا أن هذا البيت هو بيت الله سبحانه وتعالى. حتى عندما انهدم شيء من الكعبة وأرادوا أن يبنوا هذا البيت، قالوا لا يمكن أن نضع في هذا البيت إلا ما هو حلال من أموالنا، لأنهم كان منهم وكانوا يتعاملون بالربا، فجمعوا الأموال الخالصة التي ليس فيها شيء، هم على الجاهلية ويعرفوا هذا، وجدوا أن هذا المال لا يكفي لبناء الكعبة، ولهذا أخرجوا ما يسميه الناس اليوم بحجر إسماعيل، وخرجوا أدخلوا قليلا عن ما يسميه من أسفل أساس بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فليعبدوا رب هذا البيت، وامتن الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبعث فيه ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام من خيرة أنساب العرب عليه الصلاة والسلام. إذن كأن هذه السورة لإلاف قريش لها علاقة بالسورة التي قبلها، حمى الله سبحانه وتعالى هذا البيت، وكان هؤلاء كعصف كشجر مأكول منتشر، ثم بعد هذا خاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء فليعبدوا رب هذا البيت للبيت. ويقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما كان بمكة وجد عالم من علماء مكة إذا قام ينادي الكعبة يقول يا كعبة الله، ومن يعني حكمة هذا الرجل في الدعوة جاء إليه وقال أريد أقرأ عليك القرآن، قال تعال وقرأ، فقرأ عليه لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت أو هذا البيت، رب هذا البيت. فقال له هل يصح أن نقول فليعبدوا هذا البيت؟ قال لا، هذا بيت لا يعبد، الذي يعبد هو الله. فتنبه لهذا الذي كان يقول يا كعبة الله، مفهوم؟ وهذا من الحكمة في الدعوة. نعم.